أرارات للسياحة من قرب نصب الأم في أرمينيا يوم 2/1/2017. الثلوج تغطي المنطقة بأكملها. نشكر أخواننا المتابعين اللي يتابعونا مباشر على الهواء وقاعدين قرب المدافع. الدفو زين لأن هنا يمنا الآن 10 تحت الصفر من قرب ماي خياستان نصب الأم أرمينيا. بعد البرد قاعد وين الدبة ونشرب قهوة. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. عام 2017 يكون عام النجاح وتحقيق الأمانة لكل أصدقائي. تحيات. كل عام وانتم بخير. انت بخير. عام سعيد. كل عام وانتم بخير. نصب شويدة لذكرى 50 لشهداء الأرمن أثناء الإبادة الجماعية التي تعرض عليها على يد السلطان عبد الحميد الثاني. سبق وأن قدمنا تقرير خاص مفصل عن هذا النصب. اليوم في فصل الشتاء مرينا إلى نصب جزيرة نقابير وصورنا والثلوج تغطي كل مكان. هذه الأشجار تم زرعها من قبل رؤساء وملوك وشيوخ الدول اللي رؤساءها وملوكها زاروا أرمينيا. كل رئيس دولة وموجود اسمه مكتوب على هذه اللوحات الصغيرة. هذه الشجرة زرعها شيخ إمارة الشارجة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي. This tree was planted by H.H. شيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي Republic of Sharjah. أكبر شجرة موجودة في هذه المنطقة هي هذه الشجرة اللي زرعها الشيخ القاسمي. كل السواح اللي زاروا أرمينيا
قاموا بزيارة هذه المنطقة، قاموا بزيارة هذا النصب احتراما للشهداء. ونحن من طرفنا نشكر كل اخواننا وسواحنا اللي رافقناهم في هذه الزيارات الى نصب الإبادة الجماعية.